من الاو تي في. مساء الخير مشاهدينا، حلقه جديده بنطل عليكم من خلالها من برنامج رح نبقى سوا لمواكبه كل التطورات من سياسيه امنيه قضائيه اقتصاديه معيشيه وغيرها. قد ما نعد ملفات بضل في بهذا البلد الغني بالملفات على امل ان نصير نعد انجازات ويكون الفرج قرب، لانه اللبنانيين اعتقد انه كلهم تعبوا من المشاكل اللي عم بيعانوها من فتره ليست بقصيره. برحب بضيفتي بهذه الحلقة من رح نبقى سوا الأستاذة ساندريلا مرهج، وهي الباحثة القانونية والسياسية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، مرسي لألك ست نتالي على الدعوة ولأسرة الأو تي في، ومنحب نمسي كل الجمهور يعني اللي عم يحضرنا اليوم، وأكيد عبر هيدي الشاشة كمان بدي أتمنى رمضان كريم لجميع اللبنانيين مسلمين ومسيحيين سواء كانوا بلبنان أم بالمهجر، وإن شاء الله يا رب أعاده الله على لبنان بالأمن والسلام والصحة والاستقرار والازدهار للجميع. إن شاء الله نحن بكل ما يقرب عيد منقول إن شاء الله مع العيد منعيد كلنا سوا كل مال الكلمة من معنى، وللأسف بيقطع أول عيد وثاني عيد وثالث عيد ومنضلنا عم نعيد نفس الحكي ونفس الملفات والمشاكل اللي بلا عم بتزيد. كنا تحت الهواء عم نقول أنه آخر لقاء بيناتنا كانت عم نحلل بالمشكلات وصرنا بمرحلة أسوأ، مشكلات تفاقمت كتير. نحن صراحة يعني كشعب لا نحن منعيد سوا بكل المناسبات وبكل الأعياد، ولبنان هو نموذج ورسالة بموضوع العيش المشترك والعيش معا وكيفية التآخي والتآلف فيما بين فئات الشعب اللبناني كاملة، ولكن للأسف الانقسام الذي حصل على صعيد السلطة السياسية والانقسام اللي حاصل بين الأحزاب السياسية وعدم الاتفاق على رؤى موحدة لما فيه مصلحة لبنان، هذا أحيانا ينعكس بالشارع وبالمجتمع، ولكن بالمقلب الإنساني لا طبعا نحن يعني كلنا اللبنانيين نموذج في هذا الشرق وفي هذا المشرق لكيفية العيش معا وكيفية الحزن معا والفرح معا والقيامة معا من كل كبتنا ومشاكلنا. رح أبدأ من الحركة القضائية اللي صارت خلال الأسبوع الماضي ولا تزال مستمرة حتى اليوم، هيك توصيفك للوضع القضائي المستجد بلبنان؟ البعض كان عم يطلق احتجاجات اعتراضات لعدم تسييس القضاء، البعض الآخر يثني على الخطوات القضائية المتخذة بالفترة الأخيرة لا سيما من قبل القاضي غادة عون. حضرتك ساندريلا مرهج شو بتقول بهيدي النقطة بالذات؟ هلا طبعا المشهدية جديدة على الساحة اللبنانية، مشان هيك بنشوف انه البعض قدر تلقف هذا المشهد بإيجابية والبعض الآخر رآه بسلبية، يمكن حتى شفنا انه بعض التصاريح كان فيها الكثير من الذهول والاتهامات والتسييس وإلى ما هنالك، ولكن قراءة متواضعة لهذه الحالة أنا أجد أن الحالة إيجابية لأنها تكرس منحى جديد هو فعالية السلطة القضائية، وفعلا هنالك فصل للسلطات كما طلب الدستور وكما تمنى الدستور وكما يتمنى الشعب اللبناني، تجسد بهذه القضية اللي كانت تابعة يمكن هلأ بهذه المرحلة لموضوع الفساد. أول حدا بيقول فصل السلطات يعني كان في اتهامات أن السياسة تضغط على القضاء وعم بتوجه القضاء باتجاه معين حسب أهواء سياسية وحسابات خاصة. المشهدية الأخيرة كرست واقع أنه هنالك فصل للسلطات، لأن السلطة القضائية عندما تتكلم وعندما تقف وقفة في سبيل مكافحة الفساد أو في سبيل ترسيخ مدى سلطتها وقوتها كسلطة مستقلة، أنا بعتقد أنه هون هيدي فيها منحة إيجابي لحتى فعلا نكرس ما يطلبه الشعب اللبناني وما هو مطلب دائم بالدستور اللبناني هو فصل السلطات. كيف؟ الواقع بغض النظر عن تفاصيل القضية، بغض النظر عن تفاصيل قضية شركة مكتف والخطوة اللي قامت فيها الرئيس غادة عون كشخص، لأن نحن اليوم وقت اللي بنكون عم نقارب موضوع قضائي بنشوف أبعاده المستقبلية وحالته الحالية اليوم لما هي قد تكون نموذج بالمرحلة المقبلة. طبعا أكيد أنه أمر جديد ربما على الساحة اللبنانية أو على الرأي العام اللبناني وحتى على بعض السياسيين أن يشاهدوا نائب عام ومدعي عام تقوم بنفسها وبذاتها بموضوع تحقيق ميداني على الأرض
خارج إطار جريمة مشهودة جسدية، لأنه كنا دائما بنشوف المشهد المتعارف عليه هو دائما عندما ينتقل القضاة، قضاة التحقيق أو قضاة النيابة العامة لمعاينة مكان جريمة، هي جريمة يعني تمس بالإنسان بجسده بروحه بحياته. صحيح. جرائم القتل وإلى ما هنالك، جريمة ربما قد تكون وقعت ربما قد تكون لا، لأن أنا اليوم كمحامية بقول لك أنه يمكن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكن بالمشهد العام من حيث الإجراءات قد تكون هذه الحالة هي الحالة الأولى بتاريخ لبنان الحديث لنائب عام قاضي تذهب يتوجه شخصيا إلى مكان تعتبره بحسب المعطيات الموجودة أمامه وبحسب التحقيق بحسب الشبهات اللي هي موجودة أمامه، ولغاية اليوم التحقيق سري، مشان هيك كمان عندي مأخذ على بعض حتى الإعلام وحتى بعض التسريبات وحتى بعض الناشطين أو المحللين اللي ذهبوا بعيدا بترسيخ الاتهام. خلينا نقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكن الشبهات قد تكون موجودة أمام النائب العام دفعتها إلى التوجه ميدانيا بجريمة مالية، وبالتالي هيدي الحالة اللي هي جديدة. الحالة الثانية الجديدة اللي بدي أحكي فيها أنه موضوع هل يحق للنائب العام أن يقتحم مكان يعتبر أنه هو موجود فيه أدلة أم لا، هون السؤال المركزي القانوني اللي طرحه الجميع واللي ردت فيه القاضي عون بنفسه. نعم. وارتكازا للمواد القانونية اللي تسمح بذلك بحسب ما نشرته بأكثر من تغريدة. هلا هون الموضوع مطاط، هون الموضوع مطاط، لأن الخلاف الذي حصل فيما بين النائب العام الاستئنافي والنائب العام التمييزي طبعا أكيد من حيث المبدأ هو محزن، يعني أنه يكون في هذا الانقسام أو هذه المشادة اللي كانت كمان انعكست على الأرض بانقسامات فيما بين مع وضد سواء النائب العام الاستئنافي أو النائب العام التمييزي. ولكن هون كمان نحن بنشوف أنه السلطة القضائية أمام حد موجود نتيجة بعض الفراغات أو عدم الوضوح الموجود بالقوانين اللي هو التنازع على الصلاحيات، تماما مثل ما موجود بالملف الحكومي بين صلاحيات رئاسة الجمهورية وصلاحيات رئاسة رئيس الحكومة والموضوع الحكومي بشكل عام. هذا بسبب شو؟ معطل اليوم نتيجة هيدي المسألة. اليوم اللي حصل بالملف القضائي هو تقريبا يعني نفس الشيء يتعلق بموضوع الصلاحيات، هل يحق للنائب العام أن تقوم ميدانيا بمداهمة مكان تعتبره، تمام نروح بالجزم، تعتبره بحسب الشبهات الموجودة أمامه أنه هو مكان موجود في داتا؟ لا أنا ولا غيري بيقدر يجاوبك، القانون هو الذي يجيب على هذه المسألة. قانون أصول محاكمات الجزائية بعديد من المواد، يعني المادة 25 والمادة 6 والمادة 13 حكيت عن مهام النائب العام التمييزي، هذه المواد اللي هي اليوم بتفصل هل يحق للنائب العام أن يتوجه أم لا. بالجريمة المشهودة نحن لغاية اليوم ما فينا نعرف إذا هي بحسب المعطيات الموجودة أمامها، ربما قد تكون هذه الجريمة بحسب رأيها هي جريمة مشهودة وبالتالي انتقلت إلى مكان الجريمة، ربما هي غير مشهودة وهي اعتمدت إلى المادة 25 اللي حكيت عن أنه ممكن أن تقوم بكل الإجراءات القانونية اللي بتسمح لها أن تستحصل على الأدلة. بكل الحالات ليس هنالك من نص وبند في القانون، في قانون أصول المحاكمات الجزائية يمنع أو يعني يرفض أن أو يعني لا يسمح بأن يقوم النائب العام بالتوجه ميدانيا إلى أي مكان يعتبر أن هنالك في جرم ما حصل، أو أن يستحصل على الأدلة أو أن يعني يسمع للشهود ويأخذ إفادات الشهود من مكان وقوع الجريمة. ما في شيء نص بالقانون يمنع هذه الحالة. هلأ السؤال القانوني الثاني يلي كان موضع السجال، هل يحق للنائب العام التمييزي أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له بالقانون أن يعني يوجه مذكرات خطية وبالتالي يطلب من نائب عام أو يوزع الأعمال بحسب الاختصاصات الجرائم توزيع الأعمال اللي صار من قبل القاضي عويدة؟ هلأ المادة 13 اللي هي حكيت مادة 13 من قانون أصول محاكمات الجزائية اللي فصلت مهام النائب العام لدى محكمة التمييز، وأنا هون عم بحكي بكل تجرد دون أن نكون نحابي لا نائب العام الاستئنافي ولا النائب العام التمييزي، لأن اثنيناتهم هن عندهم باع طويل
بالعمل الجزائي القضائي. الرئيسة غادة عون لها حوالي 39-40 سنة كمان بالمجال الجزائي، وهي تعرف تماما يعني ما يفرضه القانون، سواء قانون العقوبات أو قانون أصول المحاكمات بهالمجال. وأيضا النائب العام التمييزي اللي هو كمان كان لفترة كتير طويلة قاضي تحقيق ببيروت، هو كمان لديه يعني هذه الثقافة القانونية الجزائية، وعنده كمان طبعا باع بالحكمة الجزائية، واثنيناتهم على المستوى الشخصي أنا بقدرهم وبحترمهم. ولكن بموضوع المهام اليوم كمان سؤال يطرح، المادة 13 وغيرها من مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية منحت للنائب العام التمييزي أن يعطي توجيهات للنائب العام الاستئنافي يعني النائب العام الاستئنافي سواء كان يعني المالي أو النائب العام الاستئنافي أو مفوض الحكومة ويعطي التوجيهات. ولكن المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت تماما، بتقول توجيهات في الدعوة العامة، يعني وكأنه هذه التوجيهات فقط بموضوع الدعوة العامة العالقة وليس موضوع توزيع الاختصاصات على النائب العام، علما انه المحامين العامين هن بالاساس محامين عامين يعاونون النائب العام الاستئنافي، وبالتالي المحامين العامين هن يخضعون اقل رتبه اذا فينا نقول نعم للقرارات الاداريه وللتوزيع، مش اقل رتبه يعني هي يخضعون للتوزيع الاداري او للتوجيهات الاداريه اللي بيقدمها النائب العام الاستئنافي. من هالمنطلق هيدا يعني هون في القضيه عون ان لا تخضع لهذا التوزيع الجديد وان ترفض يعني تسليم الملفات اللي كانت لأنه صدر يعني بالنسبة للملفات المالية اللي أوكلت للقاضي الإيشاع. هلأ هون الجواب هو في القانون، الرئيسة غادة عون قدمت طعن بهذا القرار، اعتبرت أنه القانون لا يبيح للنائب العام التمييزي أن يوزع الأعمال بهذا الشكل أو أن يطلب من النائب العام توزيع الأعمال، نعم، أن تكف يده عن حالة عن دعوة موجودة أمامها، وبالتالي هي راحت إلى مجلس شورى الدولة للطعن. إذن المرجع اليوم اللي قد يعني يصدر قرار بمدى قانونية هذه المذكرة التي صدرت أو قرار ملزم أو توصية أصبح اليوم بمجلس شورى الدولة، وبالتالي طالما هو موضوع طعن وهي تبلغت هذا القرار وطعنت فيه ضمن المهلة القانونية الممنوحة للطعن بالقرارات الإدارية التي تصدر عن يعني عن أي قاض أو أي حتى يعني مسؤول بأي أو أي وزير بأي مركز يعني بالدولة، يمكن اعتبار أنه هذه المذكرة ليست مبرمة، هيدا عم نحكي من حيث إلى حين البت فيها قانونيا، إلى حين البت فيها يعني معلقة المسألة تماما، ولا يعني ما في شيء ضروري يلزم القاضي عون بتنفيذها إلا عند صدور القرار القضائي اللي ببت فيه مجلس شورى الدولة. تماما. هلا بدي كمان ألفت لك نظرك لمسألة يعني حتى بموضوع المهام، طبعا أكيد للنائب العام التمييزي أيضا لديه سلطة رقابية على عمل النيابات العامة الاستئنافية، يعني الأجوبة اللي عم بعطيك إياها الأجوبة القانونية هي للرأي العام اللي هو شوي بعيد عن القانون، ولكن لا شك طبعا أكيد أنه هنالك قانونيين وأصحاب اختصاص بالحقوق عم يتابعونا بيعرفوا هيدا المسائل، وهدفنا الرأي العام كمان يطلع على هذا الموضوع. صح. للرأي العام اللي هو ممكن أحيانا بيروح بالعاطفة أو بالتشجيع الشعبوي، خلينا نوضح بعض المسائل القانونية. يعني المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أعطت للنائب العام التمييزي صلاحية أن يراقب بعض أعمال النيابات العامة، ولكن كانت واضحة بالقول المادة 16 عفوا بتقول له أن يوجه تنبيها إلى أحد قضاة النيابات العامة بسبب ما يقترفه يعني النائب العام من تقصير أثناء قيامه بمهامه، وله أن يقترح على هيئة التفتيش القضائي بإحالة القاضي الذي هو يعني قام بعمل ما فيه تقصير على المجلس التأديبي. إذن المادة 16 حددت هذان النوعين، المسار يعني القانوني اللي لازم كان يصير وليس أخذ القرار، كان لازم يتحول الملف أو التنبيه القاضي اللي يعتبر أنه تصرف بشيء غلط الى التفتيش القضائي، وهو اللي ببت بهذا الموضوع. هلا هون بدنا ننتبه لمساله انه عندما بيكون القانون ايضا ذكر مصطلح، ليش عم بقول لك انه القانون المطاط غير الواضح وغير المواكب للتطورات، فينا نعمل اجتهادات غير المواكب للتطورات بالمجتمع ولعمل السلطه القضائيه نتيجه كم الملفات واختلاف الملفات اللي اليوم معروضه
امام القضاء عن الملفات اللي كانت معروضه تنقول من 10 سنوات او من 15 سنه، اللي كان ما حدا يتجرأ انه يقدم او يفتح ملف فساد، ربما عم بحكي من موضوع المجتمع المدني او الهيئات او حتى المرجعيات اللي عم بتقدم اخبارات وشكاوى فساد. اليوم في دعاوى تتعلق بالمصلحه العامه وبالمصلحه الوطنيه، دعاوى كبيره. القانون لم يواكب تعديلات تتعلق ب يعني مواد محدده تحدد تحديدا الصلاحيات. هلا ما فينا نجي نقول انه هو لم ما كان لازم يبعث هيدا الكتاب، لانه النص بيقول لك له ان يقوم بتوجيهات. هلا توجيهات ربما للنيابه العامه التمييزيه كامل الحق باعتبار ان التوجيهات، ان اصدار مذكرات من هذا النوع هي من ضمن التوجيهات التي نص عليها القانون. يعني هيدي كمان مساله كثير مهمه، من يحدد مفهوم التوجيهات؟ شو طبيعتها؟ في تفسيرات قانونيه يجب ان تصدر، هي ان تكون هذه التفسيرات ملزمه للمرحله المقبله لحتى ما نرجع نوقع بهيدي القصه، لانه المس بهيبه القضاء من قبل المواطنين أو غير المواطنين من الدولة بذاتها، من السلطات الموجودة أو حتى من الخارج، المس واهتزاز هيبة القضاء هو مسألة كتير خطيرة بتمس بأركان الدولة، وبالتالي نحن بنكون أمام فوضى جديدة وحالة هي إيجابية، يعني بتكون عم تستجيب للمخطط المطلوب والمخطط اللي رامي إلى تدمير كامل المؤسسات ومن المؤسسة القضائية. إذن اليوم يجب أن هذه المسائل أن تكون للمرة الأخيرة أن تكون هي واضحة، مهام النائب العام الاستئنافي، الصلاحيات الممنوحة له، السلطة الواسعة الممنوحة له بالتحقيق وجمع الأدلة بالدعوة العامة أو بالدعوة الموجودة أمامه، هو يمثل الحق العام، يمثل يعني الدعوة الحق العام، وله أن يقوم النائب العام الاستئنافي بكل الإجراءات التي يراها مناسبة بهذا الصدد، خاصة عندما يتمنع المشتبه به، عم بحكي بشكل عام، عندما يتمنع المشتبه به أو الشخص المدعى تسليم الداتا بالاستجابه لطلبات النيابه العامه. بالمقلب الاخر ايضا موضوع مهام النيابه العامه، الماده 13 عندما تكلمت عن توجيه يعني ان يقدم التوجيهات، ما معنى التوجيهات؟ الى اي مدى هذه التوجيهات هي دون حدود؟ هل هي محصوره مقيده ام لا؟ بتمنى اكون جاوبت اليوم على هذه المساله القانونيه اللي هي موضوع سجل طويل امام واضحه جدا. بس المشكله مثل ما قلتي هيدي يعني القانون المطاط، مثل ما دستورنا مطاط، مثل ما تفسير كل المواد ممكن واحد يجتهد فيها، وهيدا الشيء بيعمل خلاف. كيف اذا في خلاف سياسي اصلا موجود ودائما بيتم استغلال اي اختلاف على بعض التفاصيل القانونيه لا استثماره بالسياسه ويصير في المشهد اللي شفناه؟ نحن اليوم كشعب لبناني وكاشخاص عم بتطالب بالاصلاحات، بدنا ننتبه كمان انه موضوع الاصلاحات هو مطلب دولي، وهو اصبح بس ليس فقط مطلب دولي، هو تهديد دولي انه يكون في اصلاحات. الاصلاحات لا تحصل دون ان يكون هنالك قضاء فاعل وقضاء مستقل. طالبنا والقضاء ايضا يطالب باستقلاليه القضاء، اللي طبعا اكيد هيدي كمان بدها يعني خطوات عده، يعني حتى تطهير قضائي من الداخل. حتى لو اقر القانون شوفي أنا يعني بيقدر يفيد، انا مع ان يكون هنالك قانون استقلاليه قضائيه، ولكن ايضا يتبين انه يجب ان يكون هنالك بعض الاجراءات الواضحه من داخل القضاء فيما بين القضاء يعني بنفسه، يعني وقت بيكون في كمان يعني المرحله المقبله تجريب تماما. ما لازم يكون في مسائل يعني تكون فيها انقسام داخلي. ما فيك تطلب استقلاليه قضائيه بدوله مثل لبنان بعد قائمه على الطائفية السياسية وبعد قائمة بعديد من الأماكن على المحاصصة، بنفس الوقت ما بتكوني أنت محضرة أو مأمنة تحصين داخلي لهذه السلطة. يجب العمل على هذا الموضوع من الداخل، من داخل السلطة القضائية، وأيضا إقرار قانون السلطة القضائية هو مطلب. وأعتقد اليوم أنه الحركة الثورية اللي عم بيقوم فيها نادي قضاة لبنان سواء بالعديد من المطالب، واليوم شفنا كمان صدر قرار يتعلق يعني أصدرته الرئيسة أماني سلامة اللي كمان منحييها على خطوة جريئة، اللي هي هذه الخطوة ما لازم تفهم وكأنها هي خطوة عدائية تجاه المنظومة المصرفية. لا بس يمكن تطمين للمودع بمرحلة معينة انه بما معناه انه اللي مش مغلط ما راح يتعاقب، بس في خطوة احترازية يجب القيام بها لا هيك إراحة الرأي العام إلى حد ما، يعني من ناحية البلبلة اللي عم بتصير. احنا أمام واقع كتير هين وكتير سهل، في أموال مودعين، هالمودعين منعوا بين ليلة وضحاها
من الاستفادة ومن سحب أموالهم، منعوا من يعني أن يقبضوا أموالهم بالعملة اللي هن أوضعوا فيها يعني تعبهم وجنى عمرهم، لأنه مش كل الناس حاطة أموال منهوبة وأموال مسروقة، وبالتالي هنالك حالة غير واضحة حاصلة بالمنظومة المصرفية. إذن ضمانا لحقوق المودعين، ضمانا لحقوق المواطنين، ضمانا لحقوق كل يعني الأشخاص اللي هي تتعامل مع البنوك، يجب أن يكون هنالك ضمانة ما، والضمانة ليست فقط بالتطمينات وليست فقط بالتعميم التي تصدر مصرف لبنان، يجب أن يكون هنالك ضمانة قانونية على المدى البعيد. نحن بنعرف وعم نسمع انه كل المصارف هي عندها يعني املاك وعندها اموال مودعه على سبيل ضمانه، على سبيل الضمانه لدى مصرف لبنان. والى ما هنالك القاضيه اماني سلامه اصدرت قرار انا عن جد بحييها، يعني قرار جريء بغض النظر عن مدى قدره تطبيقه فعليا، لانه بكره يمكن اكيد رح نوصل امام موضوع اعتراض على التنفيذ، اعتراض على وضع الاشارات، ولكن من حيث المبدا كخطوه هذه خطوه قد تضمن اموال المودعين باموال حسيه، ما بنعرف اذا بعدين قد تهرب هذه الاموال مثل ما هربت الاموال النقديه وانتقلنا من الدولار الى الدولار. هلا مدى قدره هذا القرار على تنفيذه انا بشك يعني انه يكون موضوع سهل. هلا اكيد بدنا نهلل لقرار مثل هذا يحفظ اموال المودعين كحقوق، ولكن قدره التنفيذ عليه ربما قد تشوب العديد من العوائق القانونية. مسار قانوني طويل. كما نحيي أيضا الرئيس غادة عون، لأنه بنعتبر اليوم أنه يعني اللي برجع بقلك كخطوة هي أعطت إلى حد ما ثقة أن هنالك نيابة عامة وأن هنالك حقوق عامة في عنا أشخاص قد تذهب بها إلى الآخر، بغض النظر عن مدى فعلا ارتكاب شركة مكتف أو عدم ارتكابها للفعل. بعدنا بمرحلة يعني نحن كحقوقيين ما فينا من أول مرحلة التحقيق الأولي نجي نقول أنه هذا الشخص لا فعلا مرتكب، ولكن بيكون في شبهات تتعلق بمصالح شخصية وبمصالح عامة، وقت النيابة العامة بتروح للآخر فيها يعني دون الخضوع أو الرضوخ للكثير من الضغوط. نحن بعتقد أنه كشعب لبناني وكمؤسسات رسمية وكأحزاب، عم بحكي عن الأحزاب، ونحن كمستقلين وحتى كمرجعيات روحية، كان مفترض أنه يكون في وقفة موضوعية ووقفة مشجعة ووقفة ساندة تسند القضاء في الخطوات التي من قبل من غير الوقفة الشعبية اللي شفناها من أقله من مجموعات معينة أقله وأحزاب. أقله وقفة يعني تجب وتندد بإهانة قاضي، لأن أنا بعتبر أنه الوقفة اللي وقفت بغض النظر إذا بتحبي كان في شجب ويعني واستنكار لما قامت به هذه القاضية من البعض، واعتبار أنه تعد على أملاك خاصة. أنا بعتبر أنه كمان أنه مشهد أن يكون هنالك نائب عام قاضي يمثل محافظة بأكملها وأكثر من ذلك، ولأن كانت نائب عام استئنافي لجبل لبنان، قاضي توجهت إلى مكان ما يعتبر أنه في بدها تفوت تتحقق، يعني يعني السيدة القاضية ما كانت عم بتقول أنا فايتي وقف وفايتي أضرب وفايتي خبط، كانت فايتي بدها تقوم بواجبات معينة قانونية بمحضر تحقيق معين. أنا بالنسبة لي مشهد أنه قاضي واقفة على بوابة مقفلة لا تفتح بوجهها لتقوم بمهامها كان موقف ومشهد مستفز، ومشهد بالعكس هو لا ينقل الدولة أو لا ينقل المشهد القضائي إلى الحضارة اللي عم بينشدوا لها، لا بل بالعكس هو هذا المشهد هو بالذات هو يجب أن يكون موضع شجب وتنديد، لأنه بالأقل هو على القليل بتستقبليها وبتستمعي لها وبتقعدي معها، ولكن هذا التعامل انا شوي حسيته انه موضوع مستفز لقدام. نحن ما لازم نكون امام هذا المشهد بالتعامل مع السلطه القضائيه وكل رموز السلطه القضائيه. يعني في خلاف على الصلاحيات، الخلاف بالصلاحيات بنحل بالقضاء بنحل بشكل حضاري بكيفيه تقديم الاعتراضات حتى سواء كان امام يعني المرجعيات القضائيه اللي مطلوبه. هو هذا المشهد بالذات انا صراحه يعني كنت ضد انه تعامل الرئيسه غاده عون بهذا الشكل. بنفس الوقت يمكن طلعت امبارح على البيان اللي طلعته شركه مكتف وكانها تبرئ نفسها بالسرد اللي يعني اسهبت فيه
من خلال القول أنه هي ليست مسؤولة عن الأموال اللي خرجت إلى الخارج، هي شركة تشحن الدولارات وما خص أموال المودعين لا من قريب ولا من بعيد، بما معناه أنه كل البلبلة اللي صارت ليست معنية فيه وكان في ظلم بحقها بهذا الإطار. هون قانونيا هل يحق لأي طرف، في علامات استفهام كثيرة، أنه يطلق أحكام تبرئة أو بيان أو طبعاً أكيد. أو عادي يعني؟ بالعكس أنا بفهم 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 سؤالك وبتشكرك عليه، لأنه هو سؤال ربما العديدين من المواطنين اللبنانيين اللي مثل ما عم بقول لك بعاد شوي عن مجال الجزاء لا سيما هذا صحيح. النوع من الدعاوى. طبعاً أكيد يحق لشركة مكتف أن تصدر هذا البيان التوضيحي، خاصة أنه القضية باتت قضية رأي عام، خاصة أنه الموضوع اللي حصل بموضوع يتم التداول فيه على صعيد كبير يعني، تم التداول فيه على وسائل الإعلام صح. حتى البعض ذهب باتجاه إصدار أحكام إعلامية صحيح. وأحكام شعبوية. صحيح أنه شركة مكتف هي شركة نقل أموال، وبالتالي هي تتعامل مع المؤسسات المالية سواء صحيح. المصارف أو الصرافين، ولا تتعامل مع الأفراد. ولا شك أن الداتا طبعا ربما قد يعني تكشف أسماء العديد من الأشخاص وغيرها، ولكن ردا على سؤالك، أي يحق لها أن توضح وجهة نظرها، يحق لها أن تتمسك ببراءتها، يحق لها أن توضح للرأي العام يعني مدى صوابية أو عدم صوابية بعض الاتهامات التي وجهت لها. برجع لك بغض النظر عن تفاصيل هذه القضية اللي نحن لغاية اليوم ما عندنا كامل معطياتها، نحن تعليقنا هو على الشكل، وهذا حق لأي متابع ولأي مواطن، لأن القضية قضية رأي عام، قضية تتعلق بكرامة قضاة، قضية تتعلق أيضا بكرامة وحقوق مواطنين. برجع بقول لك من حيث الإجراءات الشكلية أحيي الرئيسة عادة غدا عون على جرأتها، وبالمقلب الآخر أيضا كمان يعني مشهد اللي عورضت فيه أنا كنت يعني بتمنى أنه ما يكون موجود، احتراما لهيبة القضاء وللسلطة القضائية، للنائب العام التمييزي أن يفسر القانون بموضوع التوجيهات كما يراه مناسبا، ولها الحق أيضا أن تمتثل أو أن لا تمتثل وأن تركن إلى مجلس الشورى الدولي للطعن بهذا القرار. والمرجعية الأخيرة اللي هي تحكم بمدى براءة أو عدم براءة الشركة أو غيرها هو القضاء بالنهاية رح يصدر الحكم. وبالنسبة لموضوع توزيع الصلاحيات، إذا كان في داتا يعني كمان بالنسبة لموضوع توزيع الصلاحيات، يعني أنت حاولت حضرتك يمكن عم بتحاولي تشككي أكثر فيهم أو بموضوع تفاصيل أو وقائع هذه القضية. برجع بقول لك هذا تساؤلات الناس، لأنه وين يعني مثل ما قلتي صارت قضية عامة طبعاً. لأنه طلعت على العلن وبالإعلام وشفنا هذه الضجة، يعني أسئلة الناس أنه شو رح يصير. نحن بدنا نقول للعالم وللناس اللي عم بتتابع ومن حقها أن تتابع مسألة معينة، هذه القضية لن تكون الأخيرة. يعني نحن كمان اليوم ما فينا نجي نترك كل موضوع يعني الأموال المنهوبة والأموال المسروقة والإجراءات اللي قامت فيها المصارف من كابيتال كنترول غير معلن، وموضوع الهيركات غير معلن، والتلاعب بسعر صرف الدولار، وهالأزمة الكبيرة يعني توقف هون. نحن كمان ما بدنا نساعد بعض الرأي العام على التعمية والتغطية على التدقيق الجنائي، اللي التدقيق الجنائي هو أوسع بكثير من موضوع قضية الرئيس عون وقضية مكتف وإلى ما هنالك. هذه قضية لن تكون الأخيرة، قد يكون هنالك العديد من القضايا بالملفات المالية، لذا أنه حصر وتقزيم الموضوع باتجاه فقط بدرش. هذه القضية هو أيضا يعني غير مبرر يعني من أي إعلام من أي إعلام ومن أي جهة سواء كانت سياسية أو حتى قضائية. وبالتالي هذه القضية موجودة، ربما قد تتكشف وقائعها بالمرحلة المقبلة، يتبين فيما إذا كانوا متورطين أو غير متورطين. برجع بقول لك من حيث الإجراءات، الشبهات اللي ممكن تكون أمامها يعني تبدت أمام النائب العام الاستئنافي، شبهات موجودة أمامها بالملفات، هي بتسمح لها أن تقوم بالتحقيق. نحن بعدنا بمرحلة تحقيق بمرحلة تحقيق أولي صح. مشان هيك نرجع نقول الأحكام تصدر عن القضاء، وتحديد الصلاحيات يحددها القانون، سواء كان في التباس نعم. أو عدم وضوح، وفي عدم وضوح بالعديد من مواد قانون المحاكمة الجزائية. القرارات القضائية التي ستصدر من تفسيرات ومن تحديد صلاحيات ومدى قانونية بعض المذكرات اللي صدرت هي اللي بدها تحسم هالموضوع. رح ناخذ فاصل بهذه الحلقة، لكن رح نتابع إن كان بمسار القضاء وصولا للتدقيق الجنائي وين
رح يكون مساره، هل تجمد أم قادرين نرجع نستأنف. رح نحكي عن المنصة اللي مرتقبة تكون الأسبوع المقبل صيرفة، وأكيد حكومة وسياسة، وقد ما يتحلنا الوقت نحكي بملفات كتيرة معك ساندريلا مرهج، ما هيك الباحثة القانونية والسياسية. مشاهدينا فاصل ونعود. عودة مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة من رح نبقى سوا، ودايما مع ضيفتي ساندريلا مرهج الباحثة القانونية والسياسية. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة. سنتابع من حيث توقفنا ارتباطا يعني الموضوع القضائي والمستجد كمان هذا الأسبوع، مسألة القرار السعودي اللي اتخذ بحق الصادرات اللبنانية والزراعية تحديدا نتيجة شحنة الرمان اللي فيها مخدرات. نعم. قانونيا كيف فينا نقارب هذا الموضوع؟ يعني تسأليني مقاربة قانونية بدها تكون كتير واسعة وإلى عدة جوانب. نعم. طبعا نحن أمام جريمة عابرة للدول، جريمة منظمة عابرة للدول. هناك شحنة مخدرات انطلقت من دولة ما، قد تكون سوريا قد تكون غيرها، عبرت بلبنان واستعمل لبنان كممر لدولة الوصول، يعني كدولة للمملكة العربية السعودية. طبعا هذه جريمة إتجار دولي بالمخدرات، هذه جريمة هي تحد دولي أمام كل الدول، ليس فقط أمام لبنان والسعودية أو سوريا أو غيرها، لأنه نحن بنعرف كتير منيح أنه الجرائم العابرة للحدود والجرائم المنظمة هي تشكل اقتصاد خفي، يعني بيتم التداول فيه بمليارات الدولارات، وهذا كلام موثق، يعني صدر حتى بتقرير للأمم المتحدة. صح. كان في مؤتمر فيينا ب 11/10/2020، يعني من حوالي كم شهر بالسنة الماضية، حول كيفية التعاون لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للدول. وتقرير الأمم المتحدة مكتب مكافحة الجريمة المنظمة تحديدا المخدرات تحدث عن أن الجرائم العابرة للدول هي تشكل 870 شكلت بالآونة الأخيرة 870 مليار دولار، منها 320 مليار دولار فقط من الإتجار الدولي بالمخدرات. إذن هذه الجريمة صحيح أنه هي مدانة وهي تشكل خطر كتير كبير، ليس فقط على المجتمع ولكن أيضا على الدول، ليس فقط على الاقتصادات المشروعة، لأنه الاقتصاد الخفي هو بشكل عام يؤثر سلبا على سعر العملات النقدية بالاقتصاد الشرعي. صح. مشان هيك منشوف أنه أحيانا كتير أنه السوق السوداء اللي تنتج عن أموال غير مشروعة لها تأثير كتير كبير على سوق القطع وعلى السوق النقدي، سواء كان الذهب أو أسعار العملات الأجنبية بالعالم كله مش بس لبنان. إذن هذه الجريمة ليست الوحيدة اللي حصلت بالعالم، وليست الأولى وليست الأخيرة. من المؤسف أن تكون قد مرت عبر لبنان، ومن المؤسف أيضا أن تكون المملكة العربية السعودية بالنظام الحاصل، لأن احنا بنعتبر أنه الدولة كدولة لبنان ودولة السعودية هي دول صديقة. صحيح. وليست دول عدوة بغض النظر عن الاختلاف السياسي، وفي بينهم تاريخ تعاون، في تاريخ كبير تعاون ودعم بغض النظر عن الاختلاف السياسي ببعض الملفات السياسية اللي في فرقاء بيعارضوا يعني التوجه. صحيح. تبعه. ولكن أنا أعتبر أنه القرار الذي اتخذته يعني اتخذه النظام أو المرجعيات المسؤولة اليوم بالمملكة العربية السعودية تجاه لبنان هو قرار جائر، قرار غير قانوني، وقرار ينتهك القانون الدولي. كيف ينتهك القانون الدولي؟ بشكل كتير واضح. وأنا أتمنى على المرجعيات اللي عم بتتابع هذا الموضوع سواء من لبنان أو السعودية أو ما فيما بين البلدين أن تنطلق من القانون لتصل إلى النتيجة المرجوة. إذا كان المقصود تسييس وممارسة ضغوط على لبنان، أنا هون بطرح علامة استفهام إلى أي مدى قد يكون هذا الملف من جهة ما سعوا أيضا إلى ضرب الاقتصاد اللبناني عبر هذا الملفات. يعني مسألة هيدي كتير خطيرة، قد يكون ما أقول مفبرك أنه خليني أقول قد يكون ملف عمدي. ليش انتهكت القانون؟ قبل ما نفوت بتفاصيل لماذا يضرب القانون هون، البعض بيقول أنه دولة ذات سيادة يحق لها أن تحمي أراضيها وشعبها من أي خطر
كيف إذا كان خطر المخدرات، وذكر السفير السعودي في لبنان بتغريدة عدد الشحنات اللي تم ضبط المخدرات فيها وتنوع الفاكهة من عنب وتفاح وغيرها، وموثقة على التغريدة يعني بالعدد المفصل كم حبة كبتاجون تم التغريدة. أنا بدي أقول لك شغلة، أفهم كتير منيح أنه الموضوع السيادي، يعني اليوم أي قرار تتخذه دولة هيدا بيكون ضمن قراراتها السيادية المتعلقة بنظامها وبقوانينها وبمصلحتها الداخلية، ولكن أيضا الدول هي ملزمة باتفاقيات دولية. أعتبر أنه هذا القانون ينتهك ليس فقط جائرا، يعني وهو يؤذي الاقتصاد اللبناني والتعاون المشترك فيما بين الدولتين، هو ينتهك القانون الدولي، لأنه أيضا السعودية كما لبنان موقعين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية العابرة للدول، اللي هي معروفة باتفاقية باليرمو وبروتوكولات الثلاث، اللي هي وضعت يعني وضعتها الدول الأعضاء بال2000، وبعدين وضعت موضع التنفيذ في دول صدقت عليها، في دول وقعت عليها، في دول لا. إذا هذه الاتفاقية الهدف منها شو؟ الهدف منها هو العمل الحيوي، العمل الحيوي فيما بين الدول لكيفية مكافحة الجرائم، لأنه اليوم المنظمات المافيوية هي لا تعمل في العلن، تعمل في السر، وبالتالي لا يمكن معاقبة الدولة التي لا ترعى هذه المنظمات المافيوية. اليوم من قام بهذه الشحنة ليست وزارة الزراعة وليست الدولة اللبنانية عم نحكي كسلطة، ولكن هنالك جهات مافيوية قامت بهذا العمل وبهذا الجرم. إذن لماذا معاقبة الدولة؟ هلا بتقولي لي معاقبة يعني وزارة الزراعة، بما أنك ذكرتيها على سبيل المثال وللحصر، لأنه بعض التساؤلات عليها أنه كيف تمضي على يعني السماح بالتصدير من دون تأكد مصدر الشحنة إذا الشركة وهمية أو لا. كان الجواب من قبل الوزير أنه في موظف مخول أنه يمضي وراح نتم التحقيق بهذا الموضوع. يعني هون كمان في مسؤولية معنوية إلى حد ما بتشديد الإجراءات والمراقبة، والدولة لازم يكون عندها هذا الموضوع. كيف إذا بلبنان يرفع الصوت من فترة ضرورة محاربة التهريب، وأنه القصص عم بتكون شوي فيها تراخي، وهالشي طرحه رئيس الجمهورية، أين سكانر يلي وعدنا أنه تنحط على المعابر خاصة بالمرفأ أو على المطار وما في شيء صار؟ تتحمل مسؤولية النتائج اللي عم تحصل. يعني ما بعرف كمان إذا موضوع انفجار مرفأ بيروت وال 2750 طن اللي دخلت واللي بقيت 7 سنوات، بعتقد أنه موضوع الرمان كمان على مدى خطورته، على قدر خطورته، كمان موضوع 2750 طن أتت عبر البحر إلى لبنان أيضا كمان هيدا موضوع بعتقد أخطر بكتير من موضوع الرمان وغيره، على قدر يعني على قد ما أنه كمان اثنيناتهم موضوعين خطرين. إذا المسألة ذكرت حضرتك بسؤالك عدة نقاط منها تتعلق بالمسؤولية المعنوية. فينا نقول أنه المسؤولية المعنوية هي تبنى فيما إذا تبين أنه هنالك تقاعس، بينما إذا كانت المنظومة تقليدية ورقية فيها توزيع مهام بين عدة وزارات وليس هنالك من تنسيق بين الوزارات، هون كمان ما فينا نحمل مسؤولية لجهة أو لوزارة محددة أو لوزارة معينة. تاني نقطة تتعلق بموضوع السكانر وغير السكانر. طبعا أكيد السؤال المطروح، من تآمر على عدم تأمين المستلزمات الضرورية اللازمة لجهات أمنية عدة، من الجيش اللبناني، من الجمارك، من عدم ضبط الحدود، يعني بموضوع الشح بالمستلزمات التقنية اللي لازم تكون موجودة مع الأجهزة الأمنية، مع أجهزة الجمارك، مع الجيش اللبناني وغيرها من الأجهزة. هيدا كمان رد على هيدا السؤال. النقطة الثالثة اللي بدي أنا ركز عليها اللي عم بقول أنه اليوم معاقبة اقتصاد كلي، يعني معاقبة لبنان كدولة ومعاقبة قطاع الزراعة ككل، لأن هنالك مرت شحنة مخدرات، أعتقد أنه هذا الموضوع بغير مكانه ولا يتوافق مع الاتفاقية الدولية اللي هي المعاهدات والاتفاقيات الدولية هي ملزمة للدول. حصلت هذه الجريمة، نسعى إلى كيفية التعاون فيما بين الدولتين لمكافحة أي نوع من جرائم مماثلة قد تحصل في المستقبل. وهون بطرح سؤال أنا كمان، من المسؤول عن عدم تنفيذ التكامل الأمني؟ ركز على موضوع التكامل الأمني فيما بين لبنان وسوريا، لأنه اليوم كمان ما فيك تجي تحملي بس
مسؤولية بضاعة تدخل مخبأة بشكل محترف حسب ما شفنا، مخبأة بشكل محترف داخل بضاعة وداخل فاكهة دخلت إلى لبنان، ربما منشأة سوري، ربما منشأة أيضا غير سوري، خلينا نكون واضحين، ربما أيضا كمان استعملت كمان سوريا كعبور. نحن ما فينا كمان أي خبر يصدر بالأعلام نتبناه ونعتبر أنه هذه وقائع قضية ثابتة. إذن ليس هنالك من تكامل أمني بين لبنان وسوريا، ليس فقط على صعيد الحدود، ليس فقط على صعيد النزوح السوري، وليس فقط على صعيد يعني مكافحه الارهاب، وايضا يتعلق بموضوع المعابر. معابر قد تكون شرعيه ايضا اللي نحن في عندنا مشكله في في عندنا مشكله معها. اذا المسؤوليه المعنويه تتحمل مسؤوليتها الدوله اللبنانيه بمعنى السلطه اللي هي رفضت التنسيق الكلي فيما بين لبنان وسوريا بالعديد من المسائل الامنيه. هذه الجريمه اللي حصلت اليوم يعاقب عليها القطاع الزراعي. انا بطرح سؤال، شو اللي بأكد انه يعني الجهات المافياوية بالمرحلة المقبلة ما بتستهدف بهيدي الطريقة ربما لا سمح الله احد القطاعات الصناعية عبر بعض المنتوجات الصناعية، ونحن ساعتها شو بنكون امام عقوبات جديدة يعني وحظر تصدير للمنتوجات الصناعية؟ ما حصل من الدولة الصديقة خلينا نقول على صعيد الدول، يعني برجع بقول لك بغض النظر عن السياسات المعتمدة ببعض الأحيان، هذا موضوع مدان. وأنا أتمنى على الدولة اللبنانية ليس فقط من وزارة الخارجية اللي هي معنية بشكل مباشر أنه هي يعني تتعاون مع السفراء اللي بيقوموا بهيك خطوات تجاه لبنان، على الصعيد الحكومي حتى من رئيس الحكومة المكلف ومن رئيس الحكومة حكومة تصريف الأعمال اليوم، يجب العمل إلى كيفية تطبيق القانون. القانون يقتضي في حال حصول جريمة من هذا النوع التعاون والتنسيق تطبيقا لاتفاقية باليرمو، التعاون والتنسيق لكيفية كشف خيوطها، كشف مرتكبيها، عدم التغطية عن بعض المرتكبين ولصق التهم فقط ببعض الأشخاص المحدودين، كشف النقاب عن كامل تفاصيل هذه الجريمة وغيرها، من يغطيهم من سياسيين، من يعني أشخاص نافذين سواء كانوا أمنيين أو غير أمنيين، وكشف النقاب عن كامل خيوط هذه الجريمة بلبنان وخارج لبنان، لأنه اليوم وقت كمان هذه الجريمة حصلت بتصدير دولي إلى السعودية، هنالك أيضا داخل السعودية ناس عملت على كيفية استيراد هذه الشحنة. يعني في كما بقولوا الخيوط موجودة بدل دولتين، وهون ربما أكثر من دولتين، يعني هون في علامة استفهام، لماذا تلقي السعودية اللوم على لبنان وتعاقب لبنان، وربما يجب أن تبدأ بالتحقيق من داخل أراضيها وأيضا التعاون مع لبنان. هلأ التحقيق عم بيحصل بكل الدول، التحقيق عم بيحصل بكل الدول، السعودية أكيد عم بتقوم بالتحقيق ولبنان عم بيقوم بالتحقيق وربما سوريا أيضا عم بتقوم بالتحقيق. أنا عم بقول نحن اليوم بعصر يجب أن تقارب الدول كيفية التعامل والتعاون بمسألة مكافحة الجريمة المنظمة بشكل ليس كيديا أو بفرض عقوبات أو بحظر استيراد أو باعتبار أنه الدولة هي قاصرة عن التعاون معها أو التكامل معها بمواضيع ذات الصلة من هذا النوع. فينا نضعها بهيك، ممكن تكون رسالة موجهة طبعا إلى الرئيس المكلف أم إلى السلطة الحالية؟ أعتقد أنها رسالة موجهة إلى السلطة السياسية بلبنان بشكل 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 كلي. هذه رسالة وجهت إلى لبنان بأن الدولة بسلطتها الحالية هي غير موضع ثقة من النظام السعودي. هذا موضوع كتير خطير، نتمنى أن لا يكون له تداعيات على مستوى الخليج العربي ككل. من هالمنطلق عم أقول على لبنان أن يقارب هذه المسألة ليس فقط ببيانات بتصدر من هون ومن هونيك، يجب أن يكون هنالك دق نقوص خطر وكيفية إثبات أن الدولة اللبنانية هي دولة ذات سيادة، أن السيادة القانونية موجودة، ويجب الركون إلى القانون الدولي الذي يفرض التعاون وليس الاعتكاف عن التعاون. إذا شوي بدنا نشبك الأمور بين خارجي وداخلي، ويعني وهذه الأمور إذا بدنا نربطها بالسياسة وانتظار الحكومة العتيدة، هل هذه الرسائل ستؤثر على تأخير تشكيل الحكومة المنتظرة؟ وأم بالعكس يعني اللي شفناه من تقارب الرسالة اللي وجهها بحديثه ولي العهد بن سلمان إلى إيران بما معناه أنه نحن بهمنا مصلحة إيران وعندنا مصالح مشتركة وراحتها
ونحن ما بهمنا العداء. يعني كمان كان في تطور لافت باتجاه الجلوس على طاولة واحدة بين السعوديين والإيرانيين، والتأكيد بأن السياسة مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن تتفق السعودية ل 90%. يعني هالتطورات الإيجابية خارجياً وهالرسالة اللي من شوي شفناها أنه ممكن تكون موجهة إلى السلطة الحالية بلبنان، ممكن يعملوا شوية توازن ما يأثر سلبا أم لا؟ ما في ترابط برأيك؟ لا أعتقد أن هنالك ترابط بموضوع إيجابي لتشكيل الحكومة. الترابط هو سلبي لجهة تشكيل الحكومة حتى الساعة، سواء من المواقف الداخلية أو حتى الخارجية. في مسألة كتير مهمة ست نتالي بدنا نتوقف عندها، ذكرت حضرتك موضوع يعني هذه المحاباة بالحديث اللي صدر امبارح من ولي العهد سلمان بالمقابلة الإعلامية اللي كان موجود فيها، وشفنا أنه كان في نوع من سلاسة وإيجابية تجاه إيران، وهذا موضوع ما كان مستغرب وما كان فجائي، لأنه كان في، ذكرنا حتى بمقابلة سابقة أنه كان في بعض الرسائل التي أرسلت وقعدوا على نفس الطاولة بفيينا يعني تماما بشكل مباشر وغير مباشر لكيفية التقارب. وأعتقد أنه عديد من المسائل من اليمن، من موضوع يعني خليني أقول الإخفاق في مقاربة عسكرية للملف اليمني من جهة التحالف السعودي، هو الذي أوصل إلى ضرورة الجلوس مع يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإيجاد بعض النقاط المشتركة لحلول في المنطقة. الوضع اللبناني هو خارج إطار البحث حسب تقديراتنا وتحليلاتنا للموضوع حاليا فيما بين السعودية وإيران. لذا أعتقد أنه من ينتظر اليوم هو ينتظر الاستراتيجية السياسية التي ستضع إدارة بايدن لكل من لبنان وسوريا، لأن لغاية اليوم غير واضح حتى الساعة ولا أي موقف رسمي من هذا الموضوع. ما هي يعني البوليسي اللي بدها تصدر، أعلنوا أنه هي بدها تصدر حوالي بعد شهر من إدارة بايدن تجاه الملف السوري. حتى الساعة غير واضح هذا الموضوع، ونحن اليوم الحكومة العتيدة اللي بدها تتشكل بغض النظر عن المواقف خليني اقول الاستراتيجيه الاساسيه السياسيه تجاه سوريا، ولكن لابد ان تكون الحكومه ايضا عندها قناعه وقدره على كيفيه التعاون، لانه في ملفات متداخله جدا نحن فيما بيننا وبين الحكومه السوريه. عندك موضوع ترسيم الحدود النازحين، موضوع ترسيم الحدود البحريه الشماليه، موضوع الغاز والنفط، هنالك عقود وقعت في سوريا تتعلق بموضوع إعادة الأعمار، بعض من هذه العقود قد يكون مترابطا مع ملفات لبنانية. عم بحكي عن ملف الكهرباء، عم بحكي عن ملف وسائل النقل، عم بحكي عن موضوع التنقيب في المياه الشمالية. بدأت الأصوات تعلو باتجاه مزارع شبعة ومدى يعني التوافق اللبناني السوري حول هذه المسألة، وأعتقد أنه هذا ملف سيكون أيضا مدار بحث دولي. عندنا موضوع النزوح، واليوم كمان روسيا يعني تلعب دورا اساسيا واعادت وضع ملف النزوح السوري على جدول الاعمال الدولي والاقليمي، خاصه النزوح السوري في لبنان. عندنا موضوع بعض الاتفاقيات الزراعيه وحتى الاتفاقيات اللي هي ممكن انه صفقه القرن اذا استمرت، او قانون قيصر اذا ما زال مستمر كيف بده يكون في له تداعي على لبنان. التكامل الأمني بموضوع مكافحة الحدود. الإرهاب. إذن حكومة الرئيس سعد الحريري، هل الرئيس سعد الحريري اليوم الذي طرح نفسه سوريا، هو اليوم منقذ في لبنان، هل هو فعلا على قناعة أو لديه ضوء أقدر بأن تكون حكومته هي على الصعيد الرسمي وليس على الصعيد الوزاري وزارات أنه تتخذ قرارات بالتنسيق الرسمي فيما بين الدولتين؟ هذا سؤال كبير. مركزي يطروح. لذا أعتقد أنه لا حكومة في لبنان قبل أن تتضح ملامح ومعالم السياسة الأمريكية تجاه سوريا بالمرحلة المقبلة. إن شاء الله ما ننطر كتير. ارتباطا بما أنك ذكرت أنه روسيا تلعب دورا فعالا على يعني صعيد النازحين، ولكن أيضا على الصعيد الداخلي إن كان لجهة حث اللبنانيين على إسراع بتشكيل الحكومة. شفنا اللقاءات اللي تعقدها كان آخرها لرئيس المكلف سعد الحريري، والليلة وصل رئيس التيار الوطني الحر رئيس تكتل لبنان القوي نائب جبران باسيل، وبكرة بيبدأ لقاءاته بروسيا. هل ممكن تخرق روسيا حيث لم تفلح فرنسا بمبادرتها؟
لا أعتقد أن التوجه الروسي هو بعيد عن التوجه الأوروبي، لأن ذكرنا وقلنا نتيجة الإخفاقات اللي قام فيها السياسة اللي قامت فيها السياسة التركية بالمنطقة، يعني سواء تجاه سوريا أو تجاه يعني البحر الأبيض المتوسط، النزاعات القائمة مع العديد من الدول الأوروبية، لم يعد هنالك من تقارب سياسي تجاه هذه البلاد مع تركيا، وبالتالي ذهب الرئيس بوتين أكثر نحو القرارات وخليني أقول الاستراتيجيات المرسومة من الاتحاد الأوروبي. إذن الموقف الروسي نجد أنه يتقارب أكثر من الموقف الأوروبي، سواء تجاه سوريا أو حتى تجاه لبنان. ودائما سوريا روسيا بيكون في عندها تصريحات ثابتة، يعني مسألين عن الملف الروسي بتعرف قديش يعني بكتب يمكن صح. الكتابة بموضوع الملف الروسي أسهل من موضوع تفصيل فيه بفترة زمنية دقيقة. عشان هيك قلت بنهي بهذا الملف لنقدر نعطيه. روسيا دائما بتعتمد السياسة الصامتة تجاه لبنان أكثر منها من يعني على عكس ما تنتهج الإدارة الأمريكية بالتصريحات المباشرة بالملفات الداخلية. نعم. وبالتالي دائما بنشوف إنه روسيا تقوم بلقاءات جانبية سواء مع أشخاص هن فعلا فاعلين فردي سواء هن فعلا فاعلين ولديهم مراكز بالسلطة سواء حكومي أو غير حكومي أو حتى نيابي، وتقوم ببعض اللقاءات الجانبية صح. الثنائية الفردية مع الشخصيات اللي بتعتبر أنه هي مؤثرة أو هي في عندها يعني حيثية ما بالمجتمع صح. اللبناني. ولكن على الصعيد المنبري دائما التصريح نحن لا نتدخل في الشؤون السياسية ونتعاطى مع حكومة فاعلة، يعني هذا اللي كان لافت في ثلاث ركائز بالسياسة الروسية تجاه لبنان: عدم توجيه الإملاءات العلنية واعتبار أنه لبنان دولة سيادية، وعدم التدخل الروسي بالشؤون السياسية اللبنانية بشكل مباشر، إبداء كل استعداد وتعاون للتعاون مع الدولة اللبنانية في الملفات اللي ما فيها مصلحة البلدين، والمسألة الثالثة أنه أبدا ليس هنالك من خطاب عدائي تجاه المقاومة اللبنانية، واعتبار المقاومة اللبنانية حزب الله وغير حزب الله هي مكون لبناني. وشفنا أنه كمان تقاطع هذا الموضوع مع الموقف الفرنسي اللي اعتبر اليوم أنه هنالك مكونات لبنانية لا نستطيع الخروج منها، وبالتالي يجب أن ننسق وأن نعمل عليها. اليوم الموقف الروسي أضاف إلى هذه الركائز ركيزة رابعة، واللي هي كيفية التعاون الاقتصادي لمساعدة لبنان. هذا الموقف يتقاطع ويتكامل مع الاتفاقيات أو مع المصالح الروسية في سوريا التي لا يمكن للبنان أن يكون بمنأى عنها. عندنا بحر وعندنا بر وعندنا بعض القطاعات الداخلية. في عندنا حتى روسيا صارت قريبة يعني من خلال سوريا. في عندنا أيضا موضوع المصارف ولأن كان الحديث فيه هو بحث داخلي، ولكن أوكي. هذا شأن أيضا يهم العديد من الدول، سواء الدول الخليجية اللي عندك كثير من الودائع الخليجية بالعملات الصعبة موجودة بلبنان وأصحابها تضرروا يعني بضرر كتير كبير، وبدنا ننسى أيضا الودائع السورية بالمصارف اللبنانية. حكي عن الرئيس الأسد. الودائع السورية بالمصارف اللبنانية اللي هي أيضا كمان في عندها مشاكل كتير صح. كبيرة. كيفية توجه لبنان إلى الشرق دون أن يتعرض إلى عقوبات سواء إلى روسيا أو إلى إيران أو إلى الصين لكي ننهض من هذه الكبوة الاقتصادية اللي نحن موجودين فيها. أعتقد أنه لن يستطيع لبنان القيام بأي مبادرة بهذا الاتجاه دون غطاء أقله روسي بالمرحلة المقبلة. يعني رح تكون الحافز الأقوى أن يكون توجه محمي إذا فينا نقول، ولكن رئيس الجمهورية اللبنانية الاستدارة من بعد سنوات وسنوات الاتجاه كان غربي رح يكون كمان ذو طابع سياسي تماما، والحكومة اللي رح تاخذ هذا القرار صح؟ ست نتالية، نحن أمام وضع بلبنان كتير صعب، يعني على الصعيد الاقتصادي المالي السياسي وربما الأمني ما بنعرف، ولكن فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية كان دعا أنه يكون في تعاون اقتصادي عربي فيما بين الدول، سوق عربية مشتركة وإلى ما هنالك، لحتى يكون في نوع من على الأقل هو اكتفاء ذاتي بهذا المحيط. لم يحصل هذا الأمر، لم نستطيع الوصول إلى سوق اقتصادية مشتركة فيما بين الدول العربية. بدأ الحديث عن ضرورة وجود بدائل لأقله كي لا يجوع المواطن اللبناني، وكي نستطيع تأمين حد بسيط من الاكتفاء الذاتي بالتوجه إلى بعض
صحيح. الدول الشرقية بسوق حتى ولا إن كان معلن، ولكن هذا السوق يجب أن يكون منئيا عن عقوبات تطال الدولة. إذا اليوم جريمة عابرة للحدود، جريمة مخدرات قامت فيها عصابات مافياوية، قصص لبنان، كيف بالحريق إذا كانت الدولة اللبنانية على المستوى الحكومي صحيح. قامت باتفاقيات أو بعلاقات تجارية واقتصادية وصناعية مشتركة، يعني وآليات هذا السوق سهلة يعني، بس بدها تعاون دول يعني بالنهاية. ما هيدا اللي عم نقوله، بدها تعاون يعني. هون إذا كانت الدول المحيطة لا تتعاون، وكلنا عم نشوف يعني المواقف تجاه لبنان والتضييق اللي بيصير، كيف بتتحقق؟ هلا اللي بدنا نقوله انه اليوم كمان في عندنا ملف كثير كبير، موضوع اعمار بيروت. وشفنا انه عديد من الدول ربما قدمت بعض المقترحات وبالافق هنالك دول ومنها روسيا ربما ايضا لديها مقترح يتعلق ب مرفق بيروت وغيره. إذا نحن أمام تحديات عديدة بلبنان، منها هذا الملف ليفرض أن يكون هنالك حكومة. الاتهامات بالداخل، كل واحد عم بيوجه اتهام لفريق معين بموضوع عرقلة التشكيل الحكومي، وأيضا هنالك أفضاء تصل إلى المحاور الدولية والخارجية بموضوع الاتهامات. شفنا في عقوبات حصلت بموضوع فساد وغيره، وهنالك يعني حتى تهديدات بأن عقوبات جديدة ستطال معرقلين. أعتقد أيضا أنه بعض اللقاءات ما نعطيها كتير بعد استراتيجي وبعد تنموي كتير كبير، ربما أيضا المسألة الوجودية لبعض السياسيين سواء على الصعيد الفردي أو على صعيد تيارات يمثلونا هي أيضا كانت محور فينا اللقاءات. فينا نوضع لقاء الهنغاري يعني وزير خارجية هنغاريا مع النائب باسيل بهذا الإطار، تطمينات إلى حد ما أوروبي بعد الحديث عن رح يكون في عقوبات. حكى كثير عن الاتحاد الأوروبي سيوجه في أسماء ولائحة ولم يصدر أي شيء حتى الساعة. ممكن، ولكن أيضا كمان عم نشوف أنه يعني تتداخل الأبعاد السياسية مع الأبعاد الطائفية. يعني عم نشوف بعض التصاريح اللي عم تصدر اللي هي عم تكون نصرة لهذه الطائفة أو لتلك. لا أعتقد أن المرحلة تتطلب لا أعتقد أن مع الخطر اللي هو خطر وجودي طبعا أكيد لوجود المسيحي بهذه المنطقة، ولكن لا أعتقد أن المرحلة تتطلب اليوم أنه التركيز أكثر على المسائل الطائفية بقدر ما هو مطلوب أنه التوصل إلى حلول. ولكن لحتى أكون واضحة، بعد 17 تشرين قوضت صلاحية العديد من الأحزاب والعديد من التيارات، سواء مثلا تيار المستقبل اللي أعلن، كان من أول الذين أعلنوا يعني خلينا نقول استقالة الحكومة أو القوات اللبنانية، من أول من أعلن استقالة نوابه، التيار الوطني الحر اللي اعتبر أنه هو خلى بالجيب القوات، ما دعي بس ما استقاله يعني. وهلأ في هلأ في كمان القوات بلسان ستريدا جعجع تدعو التيار أنه لملاقاته ليسقط المجلس النيابي ويصير انتخابات مبكرة. ما هذا اللي عم نقول، أنه اليوم بعد ثورة 17 تشرين في تيارات اهتزت إلى حد ما، خلينا نقول كل الأحزاب اهتز إلى حد ما بمسألة مدى قوتهم وقدرتهم بالتحكم أو بالسيطرة على المفاصل السياسية بالدولة اللبنانية. نجد اليوم أنه العديد من الخطوات اللي عم تنقام هي لنصرة الذات أكثر مما هي لنصرة البلد. إن شاء الله. لا بدي أنهي بآخر ثلاث دقايق، ما بدنا نمر بلا ما نحكي عن قرب رفع الدعم. يعني بعتقد كل اللبنانيين رح يكونوا معنيين بهذا الملف، وكنا من سنة الماضية من 2020 يقال بعد شهر بعد شهرين، تأجيل شهر تأجيل شهرين. هلأ مصرف لبنان بيقول لا تعديل وقرار نهائي آخر شهر أيار سيتم رفع الدعم. طيب هلأ إذا كانت الدولة اللبنانية لم تستطع الاستحصال على دعم مالي ودعم نقدي لا من صندوق النقد الدولي ولا من جهات مانحة ولا حتى من أي جهة ما، وأموال المودعين هي اللي كانت بالأساس عم تستخدم لتقديم الدعم، من أين ستستحصل يعني الدولة اللبنانية أو المصرف المركزي على الأموال لرفع الدعم؟ تاني بديل، هيدا علامة استفهام. رفع الدعم أو ترشيد الدعم كلنا متفقين لازم يصير لأنه السياسة كانت خاطئة، ولكن من وقت ما نحكى عن الموضوع من تشرين وقبل هلأ ما أنا بتصدق لليوم ليه ما صار شيء بديل؟ أوكي. البطاقة التموينية ليست الحل،
الحد من السلة الغذائية أو من المواد اللي تناولها الدعم ليس هو الحل. الركون فقط إلى مصرف لبنان وإلى يعني الأموال المودعة على سبيل الضمان لأموال المودعين واعتمادها هي كحل الدعم، هذا منه حل مطلق. أعتقد أنه اليوم المسار هو مسار خطير جدا، لأنه ما في حل لكيفية التمويل النقدي. صندوق النقد الدولي مش موجود، حكومة مش موجودة، جهات مانحة مش موجودة. كان في تعويل على بعض التعاون الدولي لتقديم المنح، شفنا حالنا أنه صرنا بسياسة الكرتون، يعني وكرتونة الرز والبصل صح. والسكر. إذن مفروض اليوم على لبنان أن يتخذ خطوة مفاجأة بموضوع تشكيل الحكومة تكون بحث محلية صح. ولا أن كان الخوف أنه هي ما رح تأخذ بصدى أو رعاية دولية، ولكن هذا هو الحل الأخير، وإلا نحن فعلا رح نكون فشلنا فشل ذريع أمام المخطط المرسوم اللي هو تدمير كل مؤسسات الدولة وكل قطاعاتها، حتى مؤسسات اللي هي المؤسسات السلطوية، مجلس النواب يعطل، الحكومة معطلة، السلطة القضائية ربما قد نشهد يعني ثورات بداخلها أو فوضى أو, يعني. أو مشاكل أو فوضى أخرى. القطاع المصرفي لن يكون قادرا على تحمل العديد من الأعباء، ربما قد تعلن يعني مشاكل أكثر من هيك. شفنا الزراعة اليوم تضرب، قطاع الصناعة السياحة مش موجودة، القطاع الصناعي بعده شوي إلى حد ما موجود. اليوم إذن المخطط هو تدمير كل مؤسسات الدولة لنوصل لأمر من اثنين، إما نظام جديد، نظام يكون خاضعا وغير مقاوما وغير ممانعا، وإما تغيير من وجهة الاقتصاد اللبناني الحر لكي نصبح نحن تابعين أيضا وسوق للأسواق الخارجية. يعني ان شاء الله نكون في وعي على يعني على عاتق المسؤول، سوق تابع يعني سوق تابع صحيح، يعني يكون المعنيين مسؤولين بكل ما للكلمه من معنى، لانه كل مره عم بتسوق الامور اكثر. والمره الجايه ان شاء الله بتكون مقابلتنا عم نحكي عن ماذا ستفعل الحكومه التي ألفت، هذا هدفنا. شكرا لك ساندريلا مرهج، شكرا على هذا الحوار البناء، شكرا لمعلوماتك. وقطع الوقت ما حسينا، يعني لو ما قالوا لي خلص الوقت ما كنا انتبهنا. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعه، على امل اللقاء بحلقات مقبله اذا الله بريد.